عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك. مدينة الشيطان اسما على مسمى، لأنها مدينة ارتكبت فيها أفظع الموبقات واستباحت فيها كل المعاصي بدون حدود أو قيد أو شرط. إنها المدينة التي يشعر فيها الشيطان أنه في منزله، بل ويتفاخر بها بين أتباعه، وذلك على أعظم إنجازاته. فضلا شاهد هذا الفيديو حتى النهاية، واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد فور نشره. مدينة اجتاحتها الدعارة وإدمان المخدرات والإيدز، مدينة تخوانا في المكسيك، كانت وجهة سياحية محببة لمدة طويلة، كما كانت من أكثر الدول نموا في أمريكا. عن مدينة تخوانا في المكسيك نتحدث، لكن هذه المدينة تحولت إلى مدينة للدعارة وإدمان المخدرات وانتشار وباء الإيدز فيها. ويعود السبب في تطور وانتشار الإيدز إلى الدعارة المتفشية نتيجة الشذوذ الجنسي، حيث يمارس الرجال الجنس مع بعضهم البعض أو مع المتحولين جنسيا أو الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات. وأجريت دراسة عام 2006 تفيد أن واحدا من بين 125 شخصا من النساء والرجال تتراوح أعمارهم ما بين 15 و45 عام مصاب بمرض الإيدز، نقص المناعة البشرية. وهذا الرقم لا يشمل الأطفال المصابين والذين انتقل لهم المرض بسبب آبائهم. المصور مالكوم والكاتب جون كون التقطوا قصصا وصورا مقلقة من تخوانا، وفي كتابهم غدا هو وقت طويل تتبعوا قصص أناس عاشوا مرض الإيدز، وبعضهم كانوا معرضين له بشكل كبير. وجدير بالذكر أن تجارة بائعات الهوى والجنس تزيد مخاطر تفشي مرض الإيدز في تخوانا، بجانب انتشار تدخين الكريستال المميت المتفشي بشدة بين العاملين. إنها مدينة الخطيئة بأبشع صورها، وقد تفشت فيها الأمراض بشكل كبير جدا، وذلك بسبب نمط الحياة اللا أخلاقي بهذه المدينة، ولذلك سميت بمدينة الشيطان. والآن عزيزي المشاهد، هل تظن أن للجهل دورا فيما وصلوا إليه في هذه المدينة، أم أنهم فعلا بشر فاسدون لا صلاح لهم؟ ما أسباب تفشي هذه الأمراض عندهم بهذه الغزارة؟ هل يعد ذلك عقاب إلهي بسبب أفعالهم الشاذة؟ اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.